أسعد الله مساءكم. اليوم هو يوم الجمعة الموافق 23 من مايو 2014، ونحن الآن في المقر الرئيسي لشركة بيور أكوا في مدينة سانتا أنا ولاية كاليفورنيا الأمريكية. نحن الآن في صدد التجهيزات النهائية لتجهيز الشحنة والتي ستغادر إلى رومانيا في أوروبا الشرقية. سعة هذه المحطة وهي محطة تحلية مياه البحر 1100 جالون أمريكي في اليوم. يتم دخول الماء للفلترة الأولية عن طريق الفلتر متعدد المراحل أو متعدد الترشيحات، ومن ثم يتم ضخ المياه بما يسمى بالأنتسكيلانت، وهي مادة كيماوية تمنع من ترسب أو تكلس الممبرين. ثم يتم دخول المياه عبر المحبس الأول الذي يعمل على الكهرباء، ومن ثم يتم دخول الماء إلى فلتر 25 مايكرون، ومن ثم إلى 5 مايكرون، ثم تغذى المياه إلى الممبرين عن طريق مضخة الضغط العكسي. تشمل المحطة لوحة التحكم، وهي عبارة عن نظام الكمبيوتر الصغير مع جميع المقاييس والمعايير التي تتحكم في هذه المحطة. شكراً.